موضوعنا اليوم بيش مع عراقي صدر يغلق الباب من جديد، لكن دعونا نشاهد ما عده لنا الزميل محمد الكعبي. يقول الشاعر العراقي بدر شاكر سياب في إحدى قصائده: فيما الفراق أليس يجمعنا حب نظل عليه نعتنق. هذا البيت الشعري يفسر مشكلة الإطار مع التيار ولا مجال للتلاقي. أما عن زيارة قاآن إلى الحنانة فلا جديد فيها، الصدر بطريقته المعهودة وبخط أحمر كتب: لا شرقية ولا غربية، حكومة أغلبية وطنية. وأضف لها صورة للسيد مقتدى صدر بأشماغ عراقي على كتفه، معنونة بعنوان الأصالة العراقية. هذا ما كتبه رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري على صورة السيد مقتدى الصدر. إذن هذا ما نتج عن لقاء السيد الصدر بالسيد قاآني، والقضية لا تحتاج إلى تفسير، فشل آخر للوساطات التي تسعى لجمع الإطار بالتيار في كتلة واحدة. أما عن رسالة قاآني إلى الصدر فقد جاء برسالة من طهران من المرشد الإيراني السيد علي خامنئي، أكد فيها ضرورة توحيد البيت السياسي الشيعي بكل قواها والتجديد على حرمة تفكيك هذا البيت تحت أي ظرف كان. والصدر أبلغ قاآني بإيصال رسالة إلى السيد خامنئي مفادها بأنه ماض في مشروع حكومة الأغلبية، والباب مفتوح لكل قوى الإطار إلا دولة القانون. القيادي في دولة القانون محمد الصيهود يقول إن مفتاح أزمة تشكيل الحكومة والكتلة البرلمانية الأكبر هو ائتلاف الإطار التنسيقي مع الكتلة الصدرية بعد الانقسامات التي يشهدها البرلمان والأزمة المتشعبة، معتبرا إن ائتلاف التنسيقي والصدريين خروج من النفق السياسي المظلم. وربما هذا الأمر لا يتحقق خاصة بعد تأكيد الصدر على رفض المالكي والحديث عن أنه قد ينضم بعض الإطاريين للكتلة الصدرية لتشكيل الكتلة الأكبر. لكن الإطار التنسيقي يستعد لطرح مبادرة سياسية وضعت حلا للمشكلة الأساسية التي تمنع اندماج الإطار التنسيقي مع التيار الصدري. وبحسب مراقبين فإن المبادرة قد تتضمن إعطاء ضمانات بعدم ملاحقة الحكومة القادمة للمالكي قضائيا، فهل ستنهي مبادرة الإطار الأزمة السياسية، أم أن الصدر سيعود لتغريدته المعروفة لا شرقية ولا غربية وتغلق كل الطرق أمام الحكومة التوافقية؟